شو اسمه المول؟ اسمه المول شيء كتير حلو، اسمه المول The Mall at Millenia. Beautiful luxurious mall. Endless options of food. شو بدنا ناكل؟ احذروا. حبني حبني you're the big boy right? yes I am I am الحمد لله على كل شيء. بس كنت عم تلعب شوي لمين المحل؟ انا والعائلة كلها، يعني انا امي وبي، ومثل ما قلت لك الكلب، عندنا كلب صغير بالبيت هو مثل ابني. والله بدنا نبلش من الاول. حبنا عنكم انتم مين، عائلتك من وين، من وين، من لبنان انتم، وكيف بلشت لكم؟ اوكي سو امي من عكار وبي من طرابلس، ويعني كل حياتنا بي هو بالريستورانت بزنس، وامي كانت حكيمه اسنان. بس نحن جينا من كندا شيء 4 سنين، هلا صرنا هون بفلوريدا لانه الطقس بكندا تو كولد، يعني سو جينا هلا هون. اي تو هوت، بدنا نلاقي محل ان ذا ميرل. بس عادي. بس يا فتحنا اول لوكيشن، هي اتس اولد سيلف ستاندينج بليس، وهيدي ذس هيدي كانت ذا ثيرد لوكيشن. نحن هون بفلوريدا بميلينيا مول، سوري، عندنا واحد كمان بفلوريدا مول، ما بعرف اذا رح تروح ولا هونيك، بس عندنا بانش اوف بليسز. واكشلي امبارح فتحنا اور فيفث لوكيشن ان انذر بليس اسمه ويندمير. سو الحمد لله لكل شيء. شو بتعملوا؟ شو الكونسبت؟ الكونسبت يعني شاورما، بيسك شاورما، رز، بطاطا حره، دجاج، لحمه، وعندنا دونير كمان لام، وعندنا كولي فلاور، باذنجان، رز ابيض، مجدره، رز مشاري. يعني كل شيء فليفرز اوف ذا ميديترينيان. ايه. في واحد يحطهم ببول؟ بيا. او بخبزه؟ بخبزه، وات ايفر يو ونت. اند انجوي. انجوي. وكمان عندنا خصوصا منهم العرب، بس عندنا تزيكي صوص كمان، وعندنا هيك فور بيبول هو ما بيعرفوا الاكل اللبناني، عندهم شيء لايك لاقلهم لياكلوا، بتعرف شو قصدي؟ سو يا سو فيري جود. كيف بدي اصير مثلك؟ كول كثير، رز بجاج، رز على الدجاج، طبوله وخبز. بيوتيفول. عن جد بتعرف قطعتها كثير على كاجوال كونسبتس، كاجوال ليبانيز كونسبتس، فاست كاجوالز بسموهم، يلي عملوا موضه كثير طويله من زمان. بتعرفوا كل الجنسيات بالعالم صار عندها منهم، في ذا مكسيكان كونسبت، ذا تركيش كونسبت، ذا سيرين كونسبت، اند سو اون اند سو فورث. ونحن احسن طريقه واسرع طريقه لنقدر نفرجي العالم عن ثقافتنا بهذه الطريقه، عم بيكبروا اكثر واكثر واكثر، صار في بروبلي كابل دوزنز بنيويورك، وما كنت عارف انه في منهم بكل مدن العالم، او على القليله بفلوريدا هلا على الموضه. بفلوريدا بالمنطقة كلها سوا، بلشت بتامبا وهلأ بأورلاندو، بلشت الكونسبت تبع الفاست كاجوال. وصلت اليوم عند واحد من الأطيب اللي دقتهم، يلي شفته قبل شوي هو أنا عم باكل، عيونه عم بضو ومبسوط كتير، بس راحت البطارية تبع الميكروفون، بس عم برجع خبركم ياهن. I really enjoyed the food. انبسطت كتير باللحمة، بطراوتها، بالسبايسز تبعها. هيدا أول مرة باكل رز حسيت عم باكل رز بالبيت، منه رز بالبيك كوكر يلي مرة مش مستوي، مرة بيقرش، مرة ملبد بالمي. انبسطت كتير بالرز مع لنتلز أو المدردرة اللي احنا بنسميها هيك. انبسطت باللحمة، طراوتها، الجوسينس تبعها، الفليفرز تبعها عظيمة. الورق عنب دراية منون كوميرشال، ريلي ويل دون. وبعدين بتكفي على كل السوسس، الخضرة المقلية إن كان الباتنجان وإن كان كولي فلاور، منا شربانة زيت أبدا، وقرشتها حلوة بلا ما تكون بتكسر تكسير. كل شيء معمول صح، وعرفنا انه جوا بالمطبخ في فلسطينيه، في سوريه، في لبنانيه، اول ان اول مجموعين كلهم سوا عم بيعملوا شغل واضح واضح انه كثير حلو. اكلت اول صحن، ثاني صحن، اند اي ريلي 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 انجويد ات. واو. بلشوا بسبع فروع، وان الله راضي حيكون عندهم 7 غيرهم، اند جروينج اون جوينج، ان شاء الله بصير عندهم 50 و60. بتعرفوا عم نخلق بلا ما نعرف او بلا ما ننتبه او قصدنا the direct competitors of the big brands، ان كان شيبوتلي، ان كان ماكدونالدز، ان كان كلهم سوا. فان شاء الله هيك كونسبت من عنا، من لبنان، من بلدنا، بيصير فيهم هالقد هالقد عجقه وهالقد ضجه وهالقد مشهورين وين ما كان، مع صور لبنان مثل ما شفتوا ورا. عم نستعمل ميديترينيان تيكون بيجمع الكل، بس بيصدر ثقافتنا على العالم. ايه انا اسمي فرانك شراكي، اوريجينلي من لبنان، من طرابلس. تركنا لبنان من زمان يعني، وجينا على كندا
ومن ثلاث سنين ابني ميلاد فكر يجي لهون على الجامعة على اليو سي اف، ولأنه هو ما عندنا غيره يعني، سو فكرنا كمان نحن نبيع كل شيء هونيك ونجي ننقل معه لهون. وقبل الكوفيد بثلاث أربع أيام فتحنا أول محل هون بأورلاندو، محل صغير كان بروتوتايب لتست الماركت والكونسيب، والحمد لله was very successful. Then after that فتحنا فلوريدا مول، one of the other biggest mall here بأورلاندو. بعدين فتحنا ميلينيا مول، بعدين فتحنا الأوتلت، وهلا in total we have 6 units opening. And we already launched our بيقولوا له franchise program. So هلا عنا franchise. So عنا 3 units already franchise. ومبارح بالليل قبل ما اشوف اجي اشوفك اليوم فتحنا one of our brand بمنطقة اسمها هون بأورلاندو ويندمير. منطقة كتير حلوة يعني very middle class to high end community. Full house. الريسبشن كانت كتير حلوة. العالم عم يتقبلوا الأكل. Ideally هي من تقريبا we did all of our own research in terms the Mediterranean Lebanese food the hottest growing segment right now in the Western society. لأن العالم كله the extra virgin olive oil, the healthy food, the fresh approach to eating, and really the reception from people has been يعني تقريبا amazing. العالم loving our food and our product. لأنه نحن لبنانية 100% 200% لبنانية، وبنحط قلبنا وروحنا بهذا الأكل، لأنه نحن اللي بقيلنا من الكلتشر تبعتنا ومن حياتنا بلبنان هو هالأكل وهالكلتشر اللي نوصلها للناس. ولأنه قديش نحن hospitable people، قديش نحن بنحب الكرم والهسبيتاليتي والضيافة، ونحن the only way we could do that to our food. لأنه this is نحن هلأ نحن اللي بيقولوا له السفراء السيدر هون ببلاد الغربي كلنا يعني كلبنانيين، مش بس أنا أو غيري، كل اللبنانيين اللي بيتعبوا بيركضوا نحن السفراء، مش السفير اللي قاعد بسفارة لبنان ما بيمثل لبنان، نحن بنمثل لبنان كشعب وكعادات وتقاليد. إذا بفكر فيها بعد ما أكلنا أسيا طلع عنده الكونسيبت أسيا حده، فقلت بهالسفرة يعني وفريش وفريش عنده فريش أسيا فروزن نيوك باودر لودد مع موز. اه ذاتس ا جود ون. خي بعد ما اكلت بالسفره صحيح very good amazing. فلوريدا هاي اول مره لي فلوريدا. فلوريدا جنه صغيره، الوان freshness vibes، الناس بالمايوات على الطريق، كل العالم على البحوره، الشمس كتير قويه، رطوبه، البيوت كل واحد لون طرقات حلوه، الشمس بتعطيك هيك سما زرقاء. كيف بدي افسر لكم؟ بعطيت صوره عم تفرجي قديش جو حلو. هي بعتقد البلد كله بهالمنطقه هي بلد بحر، مش بس يعني بتروحوا على قبرص بتحسوا بس ايانابا هي محل ما في the fresh vibes، بتروحوا على لبنان يمكن بترون او صور، هون كل ستيت بتكفي برمتنا ونزلين نزول نزول نزول. اول ساعه رجعنا ثاني نص ساعه وبعدنا نزلين نزول، بعد في شيء ساعتين ونص او ثلاثه نص على ميامي. نحن اخدين ستيت اوف فلوريدا ونزلين بقلب البحر بقلب الايلاندز اول ذا واي على وقفه على نص الطريق لانش تايم ايا ميديترينيان كويزين مطعم لبناني ديفينتلي فور ا بايت اوف. انا موحم على سمبوسك حمص وكبه، هذا الشيء بعد ما اكلت. ريدي ريدي ليتس جو. أنا عمر إلي 25 30 سنة. بقول أول ما فتحنا هالدلي بلشنا بالشيء، وقفنا الجامعة ظروف عاطلة، سافرنا على الخليج اشتغلنا فترة، اشتغلنا بكاترين بشركة سبينس كمان، وشو بدي خبرك كتير فضينا، رحنا على نيجيريا حتى غبنا سنة بنيجيريا، اشتغلنا كاترين عند ناس مشهورين شغوري الله يعلم يا، واشتغلنا عند أمير في السعودية وكذا كمان تبع 10-12 سنة. يعني شغل بيتي أكل بيتي يعني، عارف شو؟ مش إنه
كنا بالتجارة بزنس نعمل هيدا. لا شنو الأكل بيتي، بحبوا الأكل بيتي. طيب هلا أنا اسمي زياد، زياد سعيد من بعقلين الشوف، وجينا فيزا سياحة على عمال. أول شيء جيت على نيويورك قعدت شي 5 شهور واشتغلنا عند ناس مطعم مشان نطلع مصروفنا، بعد جايين كنا زيرو. فمرحلة مرحلة ستاب باي ستاب اشتغلنا شيف عند مطعم كتير مهم، حتى نقلت اشتغلت بمطعم شراكي أنا وواحد لأنه بتعرف حسب البادجت. بعدين لما عملنا بادجت مرأسة اشتغلت لحالي، عملنا بزنس فاميلي هذه هي، والبنات اجوا معي كمان وعم يساعدوني هني كمان الإدارة كل شيء، أدمنستريشن هني كل شيء. الأكل اللبناني الأصلي يعني أنا بقول لك هريتيت الشغلات هيدا الأصلي اللي عم نسويه، عم نتعب بإيدي يعني، مش عنه حاطط واحد وهو بيشتغل وأنا عبريق وكذا، لا بشتغل كل شيء بإيدي أول ما فتحت بعدني لهلا، لأنه عم نعمل اسم والناس عم بتحب الأكل هيدا وعم بتشوفه قارن بيننا وبين غيرنا، عم بيجيبوا لي وين الفرق اللي له 30 سنة و40 سنة هم، انت ما شاء الله عليك ومبسوطين بالاكل. عملت سكشن طاجن، طواجن مروكو كمان عم بيرغبوا كثير بالصوص، في صوص لانه ستيو لايك ستيو، عندك كلام طاجن، تشيكن طاجن، فيجيتابل، سي فود، وعندي ديش باسم زياد سبيشال ستافد ذا بريست ستافد وذ مشروم اند سبينش وذ هيفي صوص از بيرفكت. ايش اسمه هذا؟ Other than that, I'm the favorite daughter. صراحة خلص ما تعبي. Honestly, my sister's name is Sarah. وعندنا twin sisters that are 8 years old. So كمان you cannot choose between twins. صراحة. So it ended up being like an option in Aya. It's very like Lebanese, Arabic based. Also, it like has a deep meaning in Arabic, that's why we ended up naming it Aya. I wasn't the one behind it, by the way. It was Sarah's idea, my sister's idea, and my father's. So it was really an honor. You know, I couldn't matam bismi. So nihna jina 2 years ago ala America after you know stuff started to deteriorate in Lebanon. We decided to open our own business. Baba has been working with other people for his whole life, and he wanted something for himself. You know, our own business. So I have a degree in biology, nothing related to the service industry, to the restaurant, to anything. But my dad has sacrificed a lot for us to grow and have a good life in Lebanon. So we decided to, it's time for us to give back to him and to ourselves as well. So we ended up here in Melbourne, Florida. And we opened this restaurant named Aya Mediterranean after my sister. Why after my sister? Because Aya is an Arabic name and we wanted something to symbolize the food that we have. So we went with Aya instead of Saria or Sarah. We've been here for 1.5 years now. It's going great. People are loving the food. They're loving the culture. The food stands out for sure, but also the service. Aya and I take care of the service. We manage the floor. We talk to the people. We welcome the people. We always are here to have them feel that they're welcome. They're at home. They're our guests. They're not just regular customers. And that's what makes us stand out as well. عندي المشاوي كتير مرغوبة، كتير عملهم مشاوي مشكلهم شيش طاووق، بيف كباب تندرلاين يعني تقرشة كأنها دوب دوابان. عندي كفتة كمان كله أنا بالخلطات أنا بسويها، فالحمد لله كتير هيدا مشهور. وعندي زيادة سبيشال بيرغبوه كتير، إجمالا كتير أكل كل الأكل عم بيرغبوه. أنا أصلاً بقول لهم أنه إذا مش طيب أنا ما بنزله على المنيو، شيء طيب عم بنزله على المنيو متمكن منه. شو حلو عائلة عم تشتغل مع بعضها، بي وولاده كل حدا عم بيحط شيء، عم بيهتموا بالزبونات، عم بيستقبلون. وين بعد في هيك بأمريكا؟ وقديش نادرين
الأكل من الشوف، القعدة مع بعضهم، بيحكوا مع بعضهم، بيضحكوا مع بعضهم، بيكبوا طاقة إيجابية مع بعضهم، وين بعد فيه منا هيدي؟ أغلبية البزنس منشوفهم أكيد كبار، موصفين، مكسيك، كيوبنز، اكتترا. And then فتع محل حسيت لبنان. الطاولة بلشت تعبي، تركتهم يشتغلوا شوي ودغري رح نقعد من هون على الطاولة وندوق الأكلات. نفس واضح وخلينا نبلش بغض النظر اذا كان طيب او لا، بس هلا بنشوف وعم شور انه طيب. الوقفه العائله كلها سوا مع بعضهم بتفتح القلب فعلا، كيف هالبنات واقفين مع بيهم، كيف عم يشتغلوا كلهم مع بعضهم، ما بتقدر يعني ما بتقدروا ما تجوا تقعدوا وتجي البسمه على وجهكم وتحسوا بالطاقه الموجوده بهالمحل. هيك نبلش شغله قلت لكم، موحم على كبده قرشتها بتاخذ العقل، حمصات تراي اند فيري كريمي. First stop. طب. حمصات عظيمين. كبة عظيمة. بطاطا حرة. حمص. حمصاته رائعين. طلعوا قديش كريمي. حامضين. طحينة. مكونات مزبوطين. ما في شيء اقوى من شيء بالطعم. هيك نكفي فرجيكم الفلافل يلي شكلها مثل الفلافل اللبنانيه and not adapted. كرانشي من برا، طلع لونه شو حلو، منه لونه مثل ما بنشوفه اخضر كثير، great color. بنكفي على ورق عنب. ورق عنب مثل ورق عنب تبع الضيعة. رح قصها بس لفرجيكم من جوا كيف. اول شيء قصت بالمعلقة، مطبوخة مزبوط، ورقة رقيقة، اكل طيب كتير، فيه نفس كتير، فيه احساس خويت. زبدة، شوفوا ريحتها شو حلوة. Beautiful smell. Beautiful smell. Homemade stew. مثل اليخنات تبع البيت. رز مفلفل صح، طلع كيف عم بفك عن بعضه. طب. اوف. رائعة رائعة رائعة. من قلبي بهنيك. من قلبي بهنيك. بطل. لا كانوا في البيت، كانوا الوالده بتسويهم وصلتك، هذه بيقولوا لي اياها كثير. قبل ما فل بدي اقول لك ميرسي، بشكرك، ثانك يو على نفسك، على محبتك، على تربيتك العظيمه، على عائلتك الروعه، وعلى اللقمه اللي مش مكونات بس اللي فيها احساس، فيها قلب، فيها باشن. الله يخليكم اياه وتضلكم مع بعض، وان شاء الله المره الجايه بتصير عندكم محلات اكبر واكبر. حبيبي وانبسط من قلبي، وانا كمان مبسوط انه جيت شرفنا. خلي لي اياك، هاي معنويات لأنها كبيرة يا أنتون. Really. Thank you very much. أنا أصل من دور شوي. صلي مدي بأمريكا. لحنا ما عبزة بتعرف المطعم المنهاتن ببرمينة كان لبيي. So I come from a very big background of restaurants. I came and I studied the restaurant business here in the US, then I went back to Lebanon. فتحنا كذا مطعم، الأوليفيه بالأشرفية أنا فتحت الكباب هاوس. Then in 1999 إنه يلا البلد تعبين رجعنا لهوني. And then from there I started from scratch and we اشتغلنا كتير بلاس فيغاس بالأوتيلات، اشتغلت مع تومس كيلر، مع أوبن بارك، اشتغلت مع فور سيزن. So قبل ما فتحت المطعم أنا had 20 years of executive management مع big operation من كاسينويات بأتلانتيك سيتي بلاس فيغاس. Four Seasons كان corporate vice president of food and beverage. Four Seasons Asia Pacific كان في سنغافورة، نفتح كتير مطاعم وهوتيلات all over from China to Thailand to, you know. So
So my background is really more into the executive management of hotels and restaurants. 3 years ago, COVID happened. I live here, we loved it. I saw this location. I always wanted to introduce Lebanese food to the area, and we jumped on it and we opened. And it was tough to open because we opened during COVID, but this restaurant has been a gem, has been a hit from day one. You'll see it. It's very small, but it's very special. Kitchen Namlus from scratch here. A typical Lebanese authentic food. And the rest of history. So we are actually looking to expand the concept, hopefully starting next year. And that's it. So, I mean, I've been doing this for all my life, but pretty much, you know. I've been very fortunate to work with amazing team, amazing brands. We wanted a name that's easy to remember, easy to write. Amar, obviously, is the moon. My wife, my late wife, was Venezuelan. Amar is to love in Spanish. And we just chose it. We felt that it's easy to remember, easy to write. We didn't want something very ethnic. إذا فوت على المطعم هلا, you will not even tell it's a Lebanese restaurant in many ways. You know, I'm always big on the design of a restaurant that doesn't have very ethnicity. The name also, you know, I was a bit, wanted a little bit more something that has a common between Arabic and Spanish. And even Amar in Indian is eternal life. Lebanese food is very popular now. A lot of people, 90% comes and they've already had Lebanese food somewhere. Yeah, I'm in New York, yeah, I'm in Toronto, yeah, I'm in Montreal. We get a lot of also Latin Lebanese, Latin Lebanese Venezuelan, Lebanese Brazilian, Lebanese Mexican. And the people who haven't had it, they come because they've heard. We are definitely the highest rated restaurant in Delray Beach. We're at 4.8 reviews. So people look at it, they come back. I'm usually here most of the time. I approach the table, we're very generous. We send stuff to the food. We do some Lebanese wine. We have an amazing Lebanese list of wines. And we pretty much feature all the Lebanese wines. So Lebanese wine is very upfront in our menu. Lebanese beer is upfront. And people are trying it and they love it. Yani, I don't think nowadays, maybe 10 years ago, you had to really do an extra step to introduce the Lebanese cuisine. Not anymore. Lebanese cuisine is upfront. As you know, you came from New York, Hilili, Soraya in Philadelphia, you'll see Miami. So I think the cuisine is very happening if you do it right, and people just keep on coming back. اسمي إليتين, أنا من صغبين, صار لي 20 سنة هون بأمريكا تقريبا, وبنعمل كل الأكل اللبناني هنا على الطريقة اللبنانية الأصلية, من ورق عريش وكل الكبة وكل الأشياء المنيحة يعني اللي على الأصول اللبنانية. ما غيرنا أبدا أبدا بالطعمات ولا بالهيدا. وقت فتحنا لهلا كل شيء تمام. عنا تقريبا 20 موظف بهالمحل, مع أنه محل صغير. عنا تقريبا شي 7-8 you know, لبنانية, أردنية, أرمن, فنزويلا, هايتي, شو بقى عنا, أرجنتين, وأمريكان, وأم شور I forgot one nationality. You know, we got a lot of that's the beauty of this restaurant. We have a mix of culture and makes it very special. عندي تقريبا شي 10 انواع من لبنان. كسارة, مزار, كفرية, شاتو بلفو, مسايا, كسير, اريتاج, دومين توريل, you know, whatever. I love to promote Lebanese wines and we do very well with it actually. المكتوب بنقرا من عنوانه, وقت ما فتت حبيته. حبيت المحل اللي شكله مثل بيسترو دو كارتييه, مثل فرنش بيسترو. مطعم خفيف ونظيف, الخشب كتير حلو, الجلد على الاطراف كتير حلو, السقف الواطي, الاضوية الحلوين, الصفار, الريفلكشنز, البريك الابيض يمين شمال, and an open kitchen. حبيت كتير هالديزاين اللي كتير حلو, very modern yet هيك خفيف. البلاطة اللي كتير حلوة, القماشة اللونة جراي, الصحون الحلوين, and then تلحقهم على الطاولة ببرزنتيشن واضحة انها مرتبة.
هالبرزنتيشن اللي بتخليكم تحسوا وتعرفوا انه انتم بمطعم لبناني اصيل تقليدي مرتب مش مفلسف. وبدي اقول لكم شغله، كيف تعرفوا انه الشيف من صغبين؟ بيعمل كبه بطاطا، كبه بطاطا اللي بحبها كثير، كبه سويت بوتيتوز اللي بحبها كثير اللي من صغبين. اند ذن منبلش وحده ورا شغله ورا الثانيه. كبه لك اوف لك ملا فكي لك ملا فقعه بعدك نكزه تسقع بس شوي. اند ذن ورا عنب سوبر اميزنجلي دون بيوتيفلي رايت بيوتيفلي اوف لك ملا طعمه فريش بريد صار 10 دقائق برا بعد ما عضمه مع شو محمره عم بحس بقرشه الجوزه تحت الشوكه. سبوت اون بطاطا حره مش هبانه زيت كثير طريه طعمتها طيبه نية اوكي حمص ربيع عن نية لحمة لونها غير شكل ريحتها غير شكل ضايعة ناقصة كيس عرق بس فيكم تشربوا بيد معه. نرجع على الكبة بحط معها نقطة 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 صغيرة قال لي الشيف فيها حبة صغيرة كمان حطها نقطة كبة اللي فيها برغل كتير بتحسه بقرشتها مثل هيك مثل تشيبس من برا. العجينة أو اللحمة من جوا مفروم كتير ناعم وكتير طيبة كبة عظيمة. حان وقت الجودة كتير محمس محمس لشغلتين. أول شيء محمس لأنه في صحون غير الميزة في واحد يقدر يأكل ينبسط بهيك لقمة سخنة هوت ديش. محمس شغلة تانية لأنه اليوم نال على الشانل تبعها على الفيديو الجديد اللي عملته عملت الشيخ المحشي تبعنا بالبيت وبحبها كتير هالأكلة. بعدين رح بلش فيها شيخ المحشي للي ما بيعرف هي البتنجانة المقشرة شوي نص قشيرة اللي بقلبها لحمة مفرومة وبندورة مع رز على الطرف. بتخيلوا امريكاني جاي لهون تاكلها لاول مره وعم نفرجيها هي شو في منها فيجن فيرجن اذا بدكم كمان هون راح نفضل الزيت لك ملت فلفل نقص قصه شقف لحمه مفرومه غير شكل واو شو هالبتنجانه بندوره على الوجه اند او ماي جاد او ماي جاد شو هالطعم الحلوه شو هالحموضة الطيبة شو هالفليفرز العظيمين. نيان حقيقة عم فكر فيك انا كمان اكلت شيخ المحشي اليوم. اذا بدكم فوتوا عشوفوا الفيديو على يوتيوب نحن بالبيت بنعملها مع جبنة مش معقول شو طيبة. اخلصها ويت ننقل على تاني مرحلة اللي هي السمكة كمان رح نحط لها شوية رز على جنب. لك شو هالرزات؟ لك شو هالرزات؟ واو This is the premiere. ما كنت منتظر ابدا اكل اكل سخن، ما كنت منتظر ابدا انه يخلص من بعد الميزة يلي هن عم ناكلهم دايما او اللحمة او الجريل انه يوصل على محل ناكل هون. This is even phenomenal. في الحر سنوبرات اللوز المكسر الجوسينس تبع السمكة I am impressed. Amar is a favorite definitely one of the highlights of the trip definitely. أنا قاعد اتعشى يلا ready اعتقد لي تايم وهمسك هنحط لها شوية قطر نافة مع قرشتها على الخفيف نشوف جبنتها كيف دايبة وعم بتنغط اوف واو عن جد المحل بفش الخلق اكلته بفش الخلق شغله بفش الخلق شغل صح قطر جبنة
نافق قشنة دون رايت I enjoyed it. الطريقة كيف معمولة مثل الشعيرية مع بعضهم and then comes vegan طحينة شوكولات كيك. Hi Anthony and welcome to Shishka. Welcome to Miami, actually to our sunshine state. أهلا وسهلا فيك بشيشكا. As you see, Shishka is a small family business. It's a restaurant, small family, very authentic. كل شيء عندنا is made from scratch. Very healthy food, authentic food. My husband Ghassan Zbib, originally من بيروت, he moved لهون like 20 years ago. He decided to go for this business لأنه كان كتير بحب. He loved to cook at home. He had very good taste. بلشنا Shishka like 12 years ago. وحط كل شيء طيب على المنيو. يعني we do have all the stews, ملوخية, كبة باللبن, كبة بالصينية, كل شيء very authentic اللي كانت our mom تطبخه بلبنان قدر هو يحط لنا اياه على المنيو هون. هاي انطوني, غسان زبيب معك. We started Shishka like 13 years ago. لما حطينا الاسم Shishka Lebanese Grill كثير عالم قالوا لنا ما تحطوا ليبانيز, حطوا ميديترانيان. بس نحن كثير فخورين اللبناني. We said we're gonna have Lebanese Grill, واللي عجبوا عجبوا. لأنه Lebanese cuisine is different from all cuisines, منه مثل Mediterranean ولا Middle Eastern, it's a different cuisine. So that's why we had Lebanese grill and you're gonna have the best food over here, authentic Lebanese food over here. You will not find it anywhere in Florida. بلش برزنتيشن حبيتها كثير. صرنا على محل اسمه شيشكا ودغري رح بلش فوت بالحمصات. حمصات محضرينهم بلا توم, ان كان مع لحمه ان كان هون. شكلهم كثير حلو وانا تحمست على الطريقه اللبنانيه. اوف, سوبر كريمي مع لحمه وزيتاتها. حمصاتهم سبوتان. حبيت الصحون, برزنتيشن حلوه, ألوانهم حلوين. أوه لبنان ماشي دون مربعة وقفة ما فيها مي. فيكم تاخدوا تشيز روز بس فيهم توم أو برجع على الحمص. حبيت طلع نايسلي دون الحمص, very creamy. اللحمة عندهم عم بكتشف بفلوريدا بتاخد العقل, ولا محل عم بيكل لحمة مش طيبة. And this is how we roll. مش معقول شو ترايا. Very good Lebanese sausages. هيك بسمون هون. بس هن مقانق. All the way, very proudly. وبهاراتهم خفيف. Spot on. حبيت, 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 حبيت. Good. I'll come here more often. بفلك ساندويش مقانق وحمص. للطريقة. ربيع من ايدي طنط. منخلص هالنهار الطويل بمهلبية. حتى وصلت المهلبية لهون. مهلبية مع قطر مزهر زبيب ولوز. لا اكلاتهم طيبين. فيني اخبركم صلون هون 12 سنة مش بالغلط. المهلبية عظيمة خفيفة منها دلعة منها دسمة. انجويبل. نهار طويل رائع. بلش من الساعة 6 مشينا من تامبا all the way على الطريق. حرام ربيع صار عامل شي 800 ميل بهاليومين. Thank you for the support. وبعد ما وصلنا على ميامي رح ننام بميامي ومنقضي بكرة معكم بالحلقة اللي بعدها. نهار نهارين كتير طوال بالمنطقة رح سميها تحت على كعب فلوريدا. Thank you for watching. انا راح انبسط بالملابيه. ليك على سؤال انت قلت انه شو ثانك يو. انا ثانك يو لك كمان. انت ما تعبت بعد شو ما تعشى بين رايح تنام. Cheers to an amazing day.